السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي دبره جديده. اول حاجه نختي يعني من وقتي وقت نصلي فيها على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم دبارتنا اللي هي خبزة الدرع التونسيه، باش نوريه لكم بطريقه مبسطه وان شاء الله طريقه تعجبكم وتستفادوا منها. تابعوني بالتفصيل وما تفوتوش حتى لحظه من الفيديو، بقدره ربي باش تنجح لكم خبزة الدرع هذيا. كيف ما تشوفوا اول حاجه خديت 4 كعبات عظم كيف ما شفتوا. لهنا باش ناخذ عليهم 100 غرام سكر، تنجموا تكيلوا حتى بالكاس، يعني تنجموا تكيلوا كاس سكر، 4 كعبات عظم كاس سكر، كاس فارينه وزوز كيسان درع. لهنا انا كيلت بالميزان يعني وزنت الكميه كيف ما تشوفوا، 4 كعبات عظم عليهم 100 غرام سكر، نركضهم هكا بالركض اليدوي، معناها ما نستحقوش نحنا الركض الكهربائي كيف ما شفتوا، ما نستحقوش يعني باش تطلع هكا نقولوا نحنا باش نطلعوا الهواء برشا ولا حاجه، جوست انا نحركوا باش السكر هذاك يذوب في وسط العظم وكهو، يعني نتاكدوا اللي السكر هذاك يذوب في وسط العظم، ما تستحقش يعني ركض كهربائي، خاطر هي خبزة الدرع عبارة كيك عادية يعني كيما الكيك اليومي. ولهنا باش نصب كاس حليب كيف ما شفتوا، يعني تقريبا 180-200 مليلتر حليب كيف ما شفتوا، وباش نصب زادة نص كاس زيت. يعني نعاود المكونات، خذيت 4 كعبات عظم عليهم كاس سكر وعليهم كاس حليب وعليهم نص كاس زيت نباتي كيف ما شفتوا، نخلطهم السوائل هذوما بالباهي، وبعد باش نزيد عليهم باكو سكر فاني كيف ما شفتوا، هذا باكو سكر فاني، نخلطهم توا هذوما بالباهي. ومن بعد باش يبقى لي كان الخميره هذيك ويبقى لي الفارينه والدرع كيف ما شفتوا. ناخذ الصفيه توا باش نصفي الفارينه هذيك والدرع، يلزمنا يا اما نغربلوهم من الاول والا نصفوهم بالطريقه هذيا. علاش نصفوهم لهنا بالطريقه هذيا؟ باش الفارينه والدرع يكونوا خفاف فوق الخليط هذاك السائل، يعني كي باش نخلطوهم يتخلطوا في ساعه، مش كيما تصبهم ديريكت تبقى تحرك فيهم برشا. لهنا كيف ما تشوفوا صبيت الخميره فوق الفارينه كيف ما شفتوا، نحاول نحيي الكعابر هذيك باش ما تبقاش. ولهنا هذوما كيف ما شفتوا نفس الكاس كيلت به كاسين دروع كيف ما شفتوا، وزاد باش نغربلو فوق الفارينه هذيك كيف ما شفتوا، وتو باش نحرك المكونات هذيك الكل باش نخلطها في بعضها كيف ما شفتوا، هكا باش تسهل عليا العمليه وفي ساعه تخلطولي. كيف ما شفتوا حتى في التخليط نتاعها ما تاخذش برشا وقت، وقت نغربلوهم فوق السوائل ديجا تخلط التوا. هذا الخليط نتاعنا كيف ما شفتوا، هذا القوى نتاعو، ما تكونش جاريه برشا وفي نفس الوقت ما تكونش خاثره برشا خبزة الدرع باش تبنى وتطلع في عقلها مثلا وما تبقاش معجنه من داخل. لهنا خذيت المول نتاعي، انتم تنجموا تاخذوا اي نوع نتاع مول، سواء مدور ولا مستطيل هكا ولا مربع، كيف ما تحبوا نتوما، مش مشكل بالنسبه للمول، مش مشكل. لهنا باش ندهنوا بالزبده بالباهي من الاطراف الكل، كيف ما شفتوا ندهن التراك الكل. ولهنا باش نرش شويه زبده كيف ما سامحوني، شويه فارينه باش نرش شويه فارينه كيف ما شفتوا في القاع نتاع المول هذاك، وبعد الفارينه الزايده هذيك كلها باش نحوها كيف ما شفتوا. هذا بعد ما نحيتها الفارينه هذيك نفضتها، تو باش نصب الخليط نتاعي، نحاولوا نصبوا بطريقه يعني متساويه، حاول يلزم يكون الخليط متساوي في البلايص كلها. كيف ما شفتوا نصبوا تو في المول نتاعي، نحاولوا نوزعوه بطريقه متساويه كيف ما شفتوا، باش ما تبداش بلاصه طالعه وبلاصه هابطه.
كما شفتون هبط الخليط اللي بقالي هذيك في الريسيبيون، ومن بعد بالطبيعه باش نكملوا خبزه الدروعه نتاعنا هذيا باش نزينوها. بالطبيعه انا باش نزينها بالفاكهه، عندي شويه زوزه وشويه بوفريوه وشويه لوز مهروشين، باش نخلطهم في الفارينه. علاش نخلطهم بالفارينه؟ باش يبقوا لنا فوق الخبزه نتاع الدروع، ما يهبطوناش اللوطه في وسط الخليط. اذا تخلطوهم بشويه فارينه كيف ما شفتوا انا رمتهم في شويه فارينه، باش كيرشهم فوق الخبزه نتاع الدروع ما يهبطوليش اللوطه في وسط الخليط، يبقوا ديما في وجه خبزه الدروع كيف ما شفتوا. ديجا كيف ما شفتوا نرش فيهم ما هبطوش اللوطه، كان جو بلاش فارينه راهم يهبطوا لكم اللوطه. ماذا بيكم كسوا زبيب والا فاكهه ولا حاجه باش ترشوها فوق خبزه الدروع مثلا ولا خبزه البسيسه، يلزمكم تخلطوها بشويه فارينه باش تبقى لكم فوق الخليط هذاك ما تهبطش في وسطه. وبالطبيعه الفور حليته يسخن على 180 درجه، بالطبيعه انتم تنجموا تزينوا باي فاكهه متوفر عندكم، كاكاويه جلجلان اللي يجي، المهم تبدا هكا مزينه من فوق. تنجموا تحطوا زاد الزبيب كيف ما قلت لكم، تنجموا زاد تحطوا فواكه جافه كيما المشمش كيما الشريحه نتاع الكرموس، اي حاجه تحبوا تزينوا بها من فوق كلها زاد منفعه راهي. تخلطوهم بشويه فارينه وترشوهم فوق خبزه الدروع كيف ما تشوفوا توا. كيف ما شفتوا توا كملت رشيتها الخبز الدروع من فوق بالفاكهه هذيا، توا باش نحطها في الفور تطيب على درجه حراره 180، ومن بعد باش نخرجها ونوريها لكم كيفاش. كيف ما تشوفوا هذه خبزه الدروع نتاعي، خذيت لي تقريبا من الوقت نص ساعه. بالطبيعه كل واحد والفور نتاعو، كل واحد والسخانه نتاع الفور نتاعو. تستيتها بالكيردون لقاها شيحه من داخل، يعني طابت لي ما بقتش لا معجنه لا حتى شيء. وديجا تو تستيها قدامكم، تو نوريها لكم. ديما ماذا بكم حاجات هكا مثلا كيك ولا جاتو ولا حاجه، تحطوا فيه الكيردون باش تتاكدوا منه اللي هو من داخل طايب. كيف ما شفتوا هذه خبزه الدروع نتاعي ديجا تحمرت بالباهي وتنفخت. بالنسبه للمول نتاعي هذايا تنجموا تشوفوا فيه الفضاء، المول نتاعي هذايا يهز الدوبل، يعني هذايا نتاع 8 كعبات عظم ماهوش نتاع 4 بركه. انا حبيت جست نعمل باربع كعبات برك خاطر العيله مش كبيره، ثلاثه من الناس، هذاك علاش حطيت جست نص الكميه. انتوا تنجموا زاده تنقصوا، راهو تنجموا زاده الكميه اللي عطيتها لكم كي يبدا المول صغير تنجموا تنقصوا تعملوا نص الكميه. لهنا باش نتستيها بالكيردون كيف ما تشوفوا، هذايا خرج لي شايح كيف ما شفتوا في بلاصه اخرى، خرج لي شايح معناها خبزه الدروع نتاعي راهي طايبه، امورها واضحه وديجا تشوف فيها تحمرت على جناب. توا ما عليا كان باش نهبطها من المول، نخرجها من المول باش نشوفوها لصقت ولا. هذه بعد ما نحيتها من المول ديجا تشوف فيها ماهيش ملصقه، هذه خبزه الدروع ملوطه كيفاش تحمرت شفتوها، وهذا الشكل نتاعها من فوق كيف ما شفتوا. كيف ما شفتوا هذه الجناب نتاعها محمره بالباهي، وبالطبيعه تشوف فيها من فوق كيفاش بومبي، يعني خذت الشكل نتاعها. وكيف ما قلت لكم نعاود ونذكر، المول نتاعي راهو نتاع دوبل نتاع 8 كعبات عظم، راه ماهوش نتاع 4 كعبات عظم. جوست راني حبيتها تاخذ الفورمه هذه المستطيله، انتم تنجموا تحطوا في اي مول تحبوا عليه. بالطبيعه نخليها توا باش تبرد، وبعد ما تبرد باش نقصها ونوريها لكم القوام نتاعها من داخل كيفاش، اسكو نجحت ولا لا. لهنا هذه هي خبزه الدروع نتاعي بعد ما بردت، تو باش نقصها. ديجا تشوفوا فيها كيفاش يعني تحسها حتى هشوشه، كي تبدا تقص فيها هشوشه في ساعه تهبط وحدها. شوفوا خبز الهواء من داخل كيفاش،
شوفوها زاد هشوشه على الاخر وطريه ماهيش يابسه. صدقوني ريحه الدار فايحة كلها درع وريحه فاكهه، ريحتها بنينه على الاخر. هذه الترونشيت اللي قصيتهم كيف ما تشوف فيهم من داخل ماهمش معجنين، طايبه في حقها وبالحق المطعم نتاعها بنينه على الاخر كيف ما شفتوا. هذه كانت خبزة الدروع متاعنا اليوم، كيف ما شفتوها ناجحة بصراحة. أنا واحدة من الناس الروسيت هذه ما عادش نستغنى عليها جملة، بالحق جربوها ياسر بنينة وريحتها فايحة في الدار، وخاصة في فطور الصباح ولا هكا عشوية مع قهوة بالحق تبدأ بنينة على الأخر، وخاصة للصغيرات زادة بنة ومنفعة وحاجة جديدة. ديجا خبزة الدروع معروفة في تونس، يعني كيفاش نقولوا نحنا مشهورة برشا، يعني حاجة جديدة من ناحية فطور الصباح، كل مرة تبدلوا لهم حاجة مش نفس الحاجة في الصباح يعني في كل يوم. هذه كان فيديونا اليوم، هذه كانت بارتنا اليوم، إن شاء الله الفيديو عجبكم، إن شاء الله استفدتوا منه، إن شاء الله كان خفيف عليكم. نتقابلوا إن شاء الله في فيديو جديد وفي روتين جديد وفي دبارة جديدة، وفي أمان الله.